هنبدأ مع حضراتكم أخبار المحافظات من محافظة الإسماعيلية، واللي قررت فتح شواطئ وأندية بالمجان بمناسبة العيد القومي للمحافظة. أما في الشرقية فتم افتتاح وحدة إذابة الجلطات الدماغية ووحدة العناية بمستشفى فاقوس بتكلفة وصلت 28 مليون جنيه. وفي أسوان تم تغطية الأجزاء المتبقية من مصرف السيل بنسبة إنجاز 62%. وفي قنا انطلقت بطولة خماسي كرة القدم بجامعة جنوب الوادي الأهلية ضمن مبادرة بداية. خلينا نتابع التفاصيل. أخبار خدمية كتير شهدتها المحافظات، أبرزها إن محافظة الإسماعيلية قررت فتح شواطئ وأندية المحافظة طوال اليوم بالمجان، سواء لمواطني المحافظة أو زائريها بمناسبة احتفالات المحافظة بعيدها القومي، وبتضم الاحتفالية عدد من الفعاليات الفنية والرياضية والافتتاحات لعدد من المشروعات التي تهدف لخدمة المجتمع. افتتحت محافظة الشرقية أعمال تطوير عدد من الأقسام الطبية بمستشفى فاقوس المركزي بتكلفة 28 مليون جنيه، شملت وحدة إذابة الجلطات الدماغية التي تعد إضافة جديدة للمنظومة الصحية بالمحافظة، وأعمال تطوير وحدة العناية المركزة والقسم الداخلي بهدف رفع كفاءة الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة لأبنائها. محافظة أسوان شهدت ارتفاع معدلات ونسب الإنجاز بمشروع تغطية الأجزاء المتبقية من مصرف السيل بطول 2530 متر، واللي وصلت ل 62%، مع الإعلان عن الإسراع بمعدلات تنفيذ هذا المشروع الحيوي لتحقيق العوائد الإيجابية منه على الوجه الأكمل. أعلنت جامعة جنوب الوادي بقنا انطلاق بطولة خماسي كرة القدم للطلبة بالجامعة الأهلية وبرامجها المختلفة في إطار المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان، وأعدت الجامعة خطة لتنفيذ أنشطة وبرامج ضمن المبادرة اللي بتهدف لتقديم خدمات متنوعة تشمل كل الفئات العمرية في مختلف المحافظات. شهدت محافظة مطروح تنفيذ أعمال القوافل الطبية المجانية بمدن مرسى مطروح والضبعة وبراني، وأسفرت القوافل عن توقيع الكشف الطبي لعدد 4996 مواطن بمدن الضبعة وبراني ومرسى مطروح، مع صرف العلاج بالمجان في تخصصات البطنة والرمد والعظام والجلدية والأطفال والأنف والأذن وأمراض النساء والمسالك البولية ومعمل تحاليل. في سوهاج أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي تنفيذ أعمال الإحلال والتجديد الجاري بمحطة مياه أخميم السطحية ومحطة مياه أخميم النقالي بمركز أخميم بقيمة 20 مليون جنيه، والتي من المقرر الانتهاء منها في منتصف ديسمبر من العام الجاري، وبلغت نسبة تنفيذ الأعمال 55%. بتشهد محافظة المنيا تنفيذ مشروع تطوير سوق الحبش الحضري استعداداً للبدء في عملية الطرح والتنفيذ. بيهدف المشروع لإنشاء مبنى حضري مخصص للباعة الجائلين بهدف القضاء على العشوائية وتوفير بيئة منظمة وآمنة للبائعين والمشترين. بيقام المشروع على مساحة 3975 متر مربع، وبيتضمن إنشاء وحدات لبيع المواد الغذائية في الطابقين الأرضي والأول العلوي، مع دمج الباعة القطاعين في السوق داخل مبنى حضري متكامل. أعلنت محافظة كفر الشيخ افتتاح معرضين بمدينة مطوبس، أحدهما للملابس الجاهزة والآخر للسلع الغذائية لخدمة الأهالي وتخفيف العبء عن كاهلهم بأسعار مخفضة، وضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي بداية جديدة لبناء الإنسان، وده لتوفير المزيد من الخدمات للأهالي في مختلف المجالات على مستوى المحافظة.